الصحة أغلى من الاثنين للجمعة 11 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 9 مساء بتوقيت بيروت على راديو تموز. بما أننا في موسم الرمان رح نذكر بعض الفوائد المهمة لهذه الفاكهة العظيمة. الرمان يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر ويحسن صحة القلب، هو أيضا مضاد للفيروسات والبكتيريا، يقلل كمان من الكوليسترول الضار في الدم ويحارب مرض السرطان. الرمان يقلل من حدوث جلطات بالشرايين حيث أنه يسهل سريان الدم بالشرايين والأوردة، يخفض ضغط الدم المرتفع ويقلل من الشعور بالقلق والتوتر، أيضا يساعد على علاج الإسهال. والرمان فاكهة منخفضة السعرات الحرارية مما يجعله وجبة صحية في النظام الغذائي. لا يمكن الاستغناء أيضا عن قشر الرمان، فهو علاج فعال للحرقان وقرحة المعدة. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. دكتورة إيمان برقبة، أخصائية التغذية والحميات الغذائية بمركز الشارقة العالمي للطب الشمولي دولة الإمارات العربية المتحدة. الصحة أغلى من الاثنين للجمعة 11 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 9 مساء بتوقيت بيروت على راديو تموز.